صباح الخير طلاب، صباح الخير، شلونكم؟ صوتي واضح؟ صوتي دي يوصلكم عيني؟ صباح الخير دكتورة، إيه صوتك واضح؟ الحمد لله اليوم اكو صوت، اي اليوم راح نحكي الحمد لله. الحمد اوكي لله. يلا عيوني لنبدي المحاضرة. محاضرتنا اليوم تكمل موضوع المحاضرة السابقة وهو السيفالومتريك أناليسيز. شوفوا هاي الصورة واضحة عندي، هاي الإكس راي، هنا شلون سوينا ترايسنج على اللاينز. تتذكرون ايش قلنا أول شيء؟ شنو نوصل؟ أول شيء نحط أنجلز، أول شيء نحط العفو بوينتس ونوصل البوينتس. شنو نحصل من نوصل البوينتس؟ شنو نحصل عندنا؟ من أوصل بين بوينتين؟ صباح الخير طلاب جاوبوني، من أوصل بين اثنين بوينتس شو أحصل اليوم؟ شو القصة اليوم؟ شو القصة؟ أحصل لاين بلين، شو ما حد يجاوب ليش؟ زين، من أوصل تو بلينز أو تو لاينز شو أحصل؟ شو يطلع عندي طلاب؟ ده تسمعوني لو لا؟ صوتي واصل لو لا؟ ألو صوتي واصل لو لا طلاب؟ ده تسمعوني؟ ايه دكتورة، ايه صوتك ايه واضح؟ دكتورة زين، ليش بدها تجاوبوني من دا أسألكم؟ هون طبعا ليش ما حد يجاوب؟ هسه نجي على هاي الصورة اللي بعدها، راح نشوف هذا التخطيط بعد شلناه من الاكس راي. هاي النقطة شو اسمها؟ هاي النقطة شو اسمها؟ هذه اوربيتالي اللي هي lowest anterior point of the orbital. زين، هذه البوريون، هذا البلين شو نسميه؟ أو هذا اللاين شو نسميه؟ شو نسمي هذا اللاين؟ اللاين اللي فوقه شو نسميه؟ شو اليوم ماكو نايمين؟ شو القصة؟ مرتضى شو نسميه؟ مرتضى شو نسمي هذا اللاين؟ شو ما تجاوبني مرتضى ليش؟
هسه هذا اس ان لاين وهذا فرانكفورت لاين، هذا شو اسمه اللاين او البلين؟ هذا البلين شنو اسمه؟ شنو اسمه هذا البلين؟ شهد شنو اسم هذا البلين؟ البلين الثالث شنو اسمه؟ شهد عبد الواحد، اي دكتور ده سمعت شنو اسم هذا البلين؟ مرتضى ليش ما تجاوبني؟ يقول ماكو اوديو مرتضى، يعني شو ماكو اوديو؟ ليش ماكو اوديو؟ كلكم صوتكم موجود، لكن مرة كان عندي خلل وسويته. مرتضى لا تقول ماكو اوديو، شيك الهاي مالتك وجاوبني على السؤال اللي بعده. شهد شنو هذا البلين؟ هذا البلين بصراحة دكتور يعني ما أتذكر. ولا أحد بكم يتذكر؟ مسك موجودة اليوم؟ مسك دكتورة ماكسيلاري بلين. ماكسيلاري بلين. زهراء موجودة؟ زهراء عماد؟ لا علي بعد كريم؟ دكتورة ما جاي. علي كريم؟ ماكو. ما اوكي، هذا الماكسيلاري بلين زين، اللي هو يربط بين الانتيريور نيزال سباين والبوستيريور نيزال سباين زين. هذا الماندبيولار بلين اللي هو يربط بين المنتون والجونيال بوينتس، فنسميه ماندبيولار بلين. هذول البلينز لما نلمدهم راح تصير بيناتهم زاويه او انجل، سميناهم ماكسيلاري ماندبيولار بلين. انتبهوا على النقاط، انتبهوا كلها كابيتال لتر. ليش قلنا كلها كابيتال لتر؟ لانه هذا تمثل البوينتس على البون، نفس هاي البوينتس موجوده على السوفت تيشو زين، تصير سمول لتر. سمول لتر مثلا النيزيون، نيزيون اكو على البون واكو على السوفت تيشو. لما نحطها سمول لتر اي مين ات از سوفت تيشو، لما نحطها على البون ات مين هارت تيشو. لما نحطها على البون اللي هو هارت تيشو واحطها كابيتال لتر. اوكي وضحت الفكره هسه؟ قلنا كل نقطه على البون شو نخليها؟ كابيتال لتر. زين البلينز لما نوصلهم، لما نوصلهم باعوا فرانكفورت بلين. فرانكفورت بلين ها مختصر ماله، دير بالكم ابريفيشن تجيكم بالامتحان. يعني انا ما اكتب لكم فرانكفورت بلين، اكتب اف بي كابيتال، لازم تعرفوا انتم شنو. زين نفس الشيء الاوريون، الاو كابيتال الار سمول، لانه ثاني حرف بنفس الكلمه. اوكي مفهوم لهنا؟ ما اعرف اليوم نايمين شو القصه. اي دكتور عندي هاي نقط راح اسالكم، اريد تجاوبوني. هاي النقطه رقم 16 هذه شو تمثل؟ نقطه رقم 16 شو تمثل؟ عافية. هاي هنا شو تمثل؟ 24 نقطة، 24 يا بوينت، هاي يا بوينت كان angle of the mandible. angle of mandible. ال angle of the mandible هاي كأنجل عيني. انت شوف حتى لا تغلط بالامتحان، خوش جاوبتني. انجل لو اني رسمت لك هذا الخط، هذا وهذا، هاي تصير انجل ماما، هاي نقطة نقطة نقطة. الانجل اوف ذا ماندبل نتيجة للجنكشن بين هاي تو لاينز او بلينز بهاي النقطة، فهاي النقطة هي شو اسمها؟ حتى اوكي هي حتى الانجل نفس الاسم، هذه الجونيال، هذه الجونيال. اوكي شو اليوم نايمين؟ هذه شو اسمها النقطة؟ 14 13. شنو اسمها؟ سلة تورسيكا. سلة تورسيكا نرمز لها الابريبيشن مالها شنو؟ اس اس كابيتال. عافية عافية اس كابيتال. يعني احنا بالاناليسز هي عبارة عن بوينتس، هاي البوينتس نوصل بيناتها صار عندنا لاينز او بلينز.
نوصل لاين بلاين صار عندنا انجل. على هالاساس احنا نقدر نقيس الابنورماليتي ان ذا بيشنت بالسيفالومتريك اناليسيس. هذا اللاترال فيو. ايش اقيس باللاترال فيو؟ قلنا من ذيش المحاضره يا بلين. كم بلين اقدر اقيس باللاترال سيفالومتريك وبيا دايركشن؟ كم بلين اقيس دكتورة؟ الفيرتيكال والانتيريور بوستيريور. عافية عافية. واضح عندي هذا الفيرتيكال، هذا الفيرتيكال، وهذا الانتيريور بوستيريور. ذولا البلينز اقيسهم باللاترال فيو. زين، اذا اريد اقيس الترانسفيرز يا فيو اخذ. اذا اقيس ترانسفيرز، هنا الترانسفيرز واضح عندي لو ما واضح؟ الترانسفيرز هنا أنا ما واضح، ليش؟ لأنه هذه 2D والإنسان 3D. فإذا أريد أقيس الترانسفيرز أخذ فرونتال فيو. هذا الحكي من المحاضرة السابقة، وهذا سهم إعادة المحاضرة السابقة. راح أسوي لكم مراجعة شلون نقيس الفيرتيكال. أما عندنا أنجولار ميجرمنت، أنجولار ميجرمنت اللي هي نقيس الماكزيلاري مانديبولار بلين أنجل. ماكزيلاري اللي هي جايه من الماكزيلاري بلين، مانديبولار اللي جايه من المانديبولار بلين، صار بيناتهم زاويه سميناهم ماكزيلاري مانديبولار بلين انجل. النورمال فاليو مالتها 27 بلس ماينس 5، 27 بلس ماينس 5. انذر انجل هو يحكينا عنها بذاك المحاضره اللي هي فرانكفورت مانديبولار بلين انجل. فرانكفورت مانديبولار بلين انجل. Sometimes it is difficult to determine the maxillary plane. ليش؟ وين المشكلة بالmaxillary plane؟ قلنا بديش المحاضرة من العينة. هو عبارة عن anterior nasal spine و posterior nasal spine. منو بيهم كانت صعب نعينها مرات حتى نعين maxillary plane؟ posterior nasal spine صعب نحددها مرات نتيجة لوجود upper eight. فمرات الأسهل إنه إحنا نأخذ Frankfurt mandibular plane angle اللي هو يكون parallel to the maxillary plane. Frankfurt plane يكون parallel to the maxillary plane. لذلك الزاوية بين Frankfurt plane mandibular plane equal to the angle between maxillary and mandibular plane. The Frankfurt mandibular plane angle equal to maxillary plane angle. بس إيش استفاد قلنا بهالحالة؟ إذا كان عندي لفرانكفورت مانديبولار بلين 27 والماكزيلاري مانديبولار بلين 17، قلنا الديفكت وين؟ الديفكت وين؟ بالماكزيلاري او بالماندبل؟ طلاب شو القصة اليوم؟ دكتورة بس عيد السؤال. إذا كانت لفرانكفورت مانديبولار بلين انجل 27 ديجري 27 ديجري، maxillary mandibular plane angle 17 degree، وين الديفكت صار عندي؟ position of منو؟ الماكزيلا لو الماندبل؟ دكتورة الماكزيلا. ماكزيلا طبعا، لانه هذا البلين طبيعي وجه الانسان طبيعي، بس الماكزيلا هنا نزلت، نزلت الماكزيلا صارت هنا، صارت هاي الانجل 17، صارت هاي الانجل 17، فالماكزيلا مكانها مو طبيعي. زين، لما فرانكفورت مانديبولار بلين انجل والماكزيلاري مانديبولار بلين انجل اثنينهم كان قياسهم 17، وين الديفكت؟ اثنينهم قياسهم 17. ترى بالماكزيلا وبالماندبل؟ بالماندبل، لا. بالماندبل. لانه هذول اثنينهم يشيرون الى موقع الماندبل. اصلا فرانكفورت، الفرانكفورت ما له علاقة بالماكزيلا، فرانكفورت له علاقة بالماندبل. لما الفرانكفورت ماندبولار بلين انجل طلعت قليلة معناها الماندبل مكانه مو صحيح. رجعنا ثبتناه بالماكزيلا طلع نفس الزاوية، الماكزيلا مكانها صحيح معناها. هاي كلها شرحتها بذيك المحاضرة وشتوا أحسن ودا تجاوبون. إيش بيكم ما قريتوا؟ قلت لكم الموضوع صعب، ترى الأسئلة هيش تجي بالامتحان كلش صعب. سيفالومتريك واني جزئتها، هي محاضرة واحدة سويتها اثنين حتى تقرون وتركزون وتجاوبوني.
طريقة ثانية حتى نقيس الفيرتيكال، الطريقة الثانية هي لينيار ميجرمنت. شنو يعني لينيار؟ يعني خطي. لينيار عندنا انتيرير فيشيال هايت وبوستيرير فيشيال هايت. التوتال انتيرير فيشيال هايت نقيسه من النيزيون الى المنتون، قيمته 119. هذا طوله 119 ملم، 119 ملم. عندنا الماكزيلاري بلين او البلاتاين بلين، قلنا هو نفسه، هذا يقسمه للانتيرير فيشيال هايت اذا ابر ولور فيشيال هايت. الابر فيشيال هايت بالانسان الطبيعي طوله 54 ملم، وباللور اللور فيشيال هايت طوله 65 ملم. يعني اللور فيشيال هايت اكبر من الابر فيشيال هايت، يشكل تقريبا 55% من التوتال. اللور 55% من التوتال انتيرير. وعندنا البوستيرير فيشيال هايت، هذا الجنكشن او اللاين اللي يوصل بين هذه من هي؟ هذه من هي؟ النقطة هذه، النقطة من هي؟ هذه S from سلة تورسيكا to gonial. هذا posterior facial height. بالposterior facial height نفس البلين قسمه، ولكن الأبر بارت أكبر من اللور بارت عندنا. دكتورة من السلة to maxillary. نعم، من السلة to maxilla. هذا الأبر. دكتورة واللور من المجزلة to gonion. أي صحيح، بس هو التوتال من السلة للجونيول. أوكي تمام. يقسم الماكزيلاري بلين إلى أبر، قلنا من السلة للماكزيلاري بلين، واللور من الماكزيلاري بلين للجونيول. التوتال قيمته 79 ملم. هاي الأرقام كلها حفظ حفظ حفظ. زين، وانتبهوا لي على الحروف، الحروف كلها كابيتال لتر. lower posterior facial height، ليش؟ لأنه دا نحكي عن bone. upper posterior facial height، total posterior facial height، كلها capital letter. زين عيني؟ دائما فهسه احنا بالإنسان الطبيعي ال posterior facial height المفروض يكون أصغر من ال anterior facial height، يشكل تقريبا 65% منه. واللور facial height، اللور anterior facial height يشكل 55% من الـ total anterior facial height. هذا كله حكيناه بالمحاضرات السابقة. أحد عنده سؤال عليه؟ راح أنتقل إلى الـ anterior posterior skeletal pattern، شلون نحددها؟ ذاك مفهوم؟ ما حد عنده سؤال؟ ما أعرف اليوم شنو القصة. على كل دكتورة مفهوم الانتيرو بوستيريور، هذا احنا كنا اهل الاورثو، من يجينا البيشنت اكثر شيء نريد نشوفه الكلاس 2 كلاس 3، او نريد نشوفه هل هو سكيليتال، هل هو دنتال. زين، ومنو السبب؟ منو السبب؟ الماكزيلا، الماندبل، ديناتهم السبب. هنا بهالحاله احنا ندور انجل اسمها اي ان بي انجل، اي ان بي انجل. شوفوا بهاي الصوره، اول شيء اول زاويه نحصلها زاويه اس ان، هذه هي الاكس راي وهذا الترايسنج مالها، اس ان اي انجل. اس ان تعرفون من هو اس ان؟ من هو اس ان؟ اس ان لاين. شو يمثل لي الاس ان لاين؟ يمثل لي الانتيريور كرانيال فوسا، انتيريور كرانيال فوسا. الاي من هي؟ شرحناها بذاك المحاضره. ماكزيلا. ماكزيلا هي شو تمثل من الماكزيلا؟ The deepest point of the anterior surface of the maxilla. نقطة اي. The deepest point of the anterior surface
of the maxilla. الانجل اللي صارت S N A angle. هذه ايش تقرأ لي؟ تقرأ لي relation of the maxilla to the base of the skull, to the anterior cranial fossa. الصورة اللي وراها واضحة، نشوفها. باعوا هذه هنا ال S N A لما تكون normal. إذا تقدمت الماكزيلا باع النقطة A ايش صار بيها؟ صار بيها تقدمت ويا الماكزيلا. هنا الزاوية S N A ايش صار بيها لما تقدمت الماكزيلا؟ كبرت لو صغرت؟ كبرت هنا الزاوية. كبرت. فلما يجيني بيشنت ال S N A مالته 91، أنا رأسا أتوقع أقول هذا skeletal class 2 due to prognathism of maxilla. نتيجة تقدم الماكزيلا هي النقطة A، هي شو تمثل لي؟ تمثل لي deepest point على anterior surface of the maxilla. لما تقدمت معناها الماكزيلا كلها تقدمت، معناها هذا البيشنت skeletal class 2. لما هنا نجي النقطة A تتراجع، يعني الماكزيلا تراجعت، الزاوية صار بيها زاوية S N A صغرت الزاوية، عافية صغرت الزاوية. من صغرت الزاوية أنا أتوقع هنا الـ patient لما تجيني قراءة أجي أسوي tracing على السيفالومتريك أطلع الـ S N A angle طلعت عندي 77. شو أتوقع هذا الـ patient شو يكون يا كلاس؟ 3 نانا بس راح شنو ايش راح يصير لي؟ باعوا احنا بالكلينيكال نحط اصبعين ونقيس نقول هذا كلاس 1 لو كلاس 2 لو كلاس 3. هنا عندي قياسات مال الزوايا، هنا لما اقول كلاس 3 دا اعرف منو السبب. الفرق بين تتذكرون من قلنا الدايجنوزز ما يكون كامل نوصل 80% الا ناخذ اكس راي، تتذكرون ذيك المحاضرات؟ ليش هنا مهم؟ لان هنا انا هنا عندي يقين المجزلة هي السبب. هنا صار هنا عندي واضح على التخطيط مالتي على التريسنج مالتي المجزلة هي الكوز اوف مال اوكلوجن، تراجعت المجزلة وسببت لي كلاس 3. اذا البيشنت جروينج شو استعمل له تريتمنت؟ اذا ستيل جروينج ماكسيمم جروث سبيرت شو استعمل للبيشنت حتى اعدل الماكزيلا مالته؟ تراكشن كاب؟ لا يعني تشن كاب يشتغل على الماندبل، اذا الماندبل متقدم يرجعه. نانا انت صحيح حكيت يعني فيس ماسك، عافيه فيس ماسك، بس هو صحيح يعني وصل لكم الفكره انه انا استعمل مايو فانكشنال ابلايرز. منو جاوبني قال لي تشن كاب؟ داود بشاره. داود داود اللهم صل على محمد وآل محمد. سلام صباح هذا. زين فهنا بالجراوند بيشنت استعمل المايو فانكشنال ابلاينس، بما انه الماكزيلا ريتاردد استعمل الفيس ماسك لان شغلها شنو؟ هي تقدم لي الماكزيلا بالجراوند بيشنت. زين بالادلت بيشنت شو اسوي له؟ ادلت بيشنت وقف الجراوند سيرجري إذا أدزه على الأورثوغنافيك سيرجري بيها عمر 18. زين إذا هو البيشنت السيفيريتي مالته مو كلش سيفير يعني مايلد، يعني خلينا نقول الريفرس أوفر جيت مالته 2 ناقص 2 ناقص 2 الأوفر جيت مالته، بهالحالة أني البيشنت السيرجري هي مو سهلة. رأسا أول ما يوقعوهم على نمنس، نمنس ينضرب الانفيريور دنتال نيرف. زين فهي السيرجري مو سهلة. نانا السيفيريتي السيفيريتي مهمة، فإذا كانت الكيس مو كلش سيفير والبيشنت ما يريد يسوي سيرجري، زين بهالحالة أني أسوي الكيموفلاج تريتمنت. شنو الكيموفلاج تريتمنت إذا تتذكرون؟ انه انا اعدل الاسنان بطريقه اغطي على الاسكليتر، قلنا مثل المكياج اعدل اسنانه اسوي بروكلاينيشن بالابر واسوي ريتروكلاينيشن باللور، اغطي والبس لاستيكات بين الفوق والجوه شويه اسحب الماندبل شويه باللاستيكات، هاي كلها فيكس ابلاينز تحت طبعا. فهنا انا اسوي كيموفليج تريتمنت ممكن بالادلت بيشنت
بالسيفير كيسز احيلة على سيرجري بعد ال 18 سنة بالجراونج بيشنت استعمل ال شو استعمل مايو فانكشنال ابلاينس. الزاوية الثانية اللي تحدد لي الانتيرو بوستيرير ريليشن اللي هي ال اس ان بي. شوفوا لي النقطة بي وين صايرة deepest point المانديبول. عافية المانديبول the deepest point of the anterior surface of the mandible. إذن هذه الزاوية راح تحدد لي الريليشن مع المنو المنو. هذه الزاوية راح تحدد الريليشن شو فيها المانديبول، يعني هي تحدد لي الريليشن مع المانديبول to the base of the skull. إذا المانديبول تقدم، هاي الصورة عندي، هذا النورمال اللي هي الاس ان بي. اس ان بي اذا الماندبل هنا تراجع باعوا البي تراجعت، الريليشن بين البيز اوف ذا سكال الى الماندبل الزاويه صار بيها، صار بيها الزاويه لما نتراجع الماندبل وتراجعت زغرت الزاويه. ايش اتوقع هذا البيشنت يكون عنده سكيليتال شنو؟ بلاستو. عافية عافية عافية. زين إذا تقدم الماندبل تقدمت البي الاس ان الزاوية وصارت كلاس 3، أتوقع البيشنت يكون كلاس 3 نتيجة للبروغنازم of the mandible. هنا بهالحالة إذا البيشنت growing ألبس شينكاب شينكاب أوكي الكوز ماندبل هنا أرد أرجع الماندبل المغزلة طبيعية ما تحارش بيها، أقيس الـ SNA مغزلة طبيعية. مرات الـ SNA مو طبيعي والـ SNB هم مو طبيعي، كل الدنيا مليوصة، فهنا لازم أعالجهم اثنينهم. زين أكو زاوية تتكون من لما نطرح الـ SNA أنجل ناقص الـ SNB أنجل راح تطلع لي زاوية اللي هي ال A N B deepest point of maxilla nasion deepest point of the mandible. هاي الزاوية شو تحدد لي؟ شاطر يجاوبني. A N B angle شو تحدد الريليشن بين منو ومنو وبيا بلين؟ ترى الريليشن بين الماندبلر والماكسيلا عفية بلين. عفية 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 perfect. منو جاوبني؟ داود. دكتور داود. داود اليوم شنو اليوم؟ أنا كلش مرتاحة أنا اليوم داود، يعني مثل ما جاوب زميلكم داود وكان ممتاز. تحدد لي العلاقة بين الماكسيلم والماندبل in anterior posterior direction. فمرات أكو أرثودونتست يقيس بس الـ ANB أنجل، بس الـ ANB أنجل هنا أنا قيمتها تقريبا 2 إلى 4، تشبه منو؟ تشبه منو من حسب الـ clinical؟ من 2 إلى 4 بالأنتيرا بوستيريا ونفحصها كلينيكالي منو؟ الأوفر جت. أوفر جت يا عيني، الأوفر جت أنتيرا بوستيريا. أنتيرا بوستيريا هي يعني هنا هي هاي راح تحدد لي الأوفر جت. بس ما انتبهوا الأوفر جت هنا مو بس هي تحددها، لأن مرات الدنتال ترى عندنا المشكلة. هسه هذا إحنا دا أشبه لكم إياها حتى لا تنسون قيمتها 2 إلى 4 ملم قيمتها الطبيعية هنا 2 إلى 4. لما نزيد هاي الزاوية خلينا نقول إجا patient الـ AMB angle مالته 6 ملم، شو أتوقع هذا؟ شو يكون مال occlusion مالته؟ أقول لكم إجانا patient عمره 22 سنة AMB angle مالته 6 ملم. دكتورة كلاس 2 بس رجاءً أنا ليش لا أسألكم هاي الأسئلة حتى بالامتحان تجاوبوني جواب كامل؟ لا تكتبوا لي كلاس 2 هذا جوابكم ناقص تأخذون 5 من 10، تكتبوا لي سكيليتال كلاس 2 لأنه ترى هو قد تكون الـ AMB مالته 6 ملم وتجي تباوعه أنت ما تباوع الأوفر جت مالته طبيعية 2 ملم. ليش؟ يعني المنتج تتباوعه هو كلاس 1 دنتالي كلاس 1 سكيليتال كلاس 2
ليش؟ ممكن أشوف هاي الحالة لو ما ممكن وليش؟ أكو شيء اسمه دانتو الفيولار كومبنسيشن اللي هو يتغير ال long axis of the teeth زين حتى تصحح لي هذا الخلل. أوكي فكرة واضحة؟ أكو شيء أعيده؟ أكو أحد عنده سؤال؟ أعيديها دكتورة، هاي آخر شيء قلتيها. أعيدها أجيب لكم سؤال. أقول لكم patient 22 سنة عنده الـ AMB angle 6 ملم زين والـ overjet ماته 4 ملم، شنو اللي عنده؟ تقولوا لي هذا عنده skeletal class 2 مال occlusion، skeletal class 2 مال occlusion. زين إذا أقول لكم لعد مو الأوفرجت مادة طبيعية، تقولوا لي إيه صار عنده دانتو alveolar compensation، الأسنان غيرت مثل ما أقول لكم أنا أسوي كيموفليج تريتمنت وعالجهم ذول أهل السكليتال أضيعها. شنو يعني أضيعها؟ أغير الأنجوليشن مال التيث، الإنكلينيشن ماله أغيره حتى أنا أصلح الأوفرجت. إذا هي زايدة أقللها، مثلا اللور تيث أسوي بها بروكلينيشن أكثر، الأبر تيث أسوي لها ريتروكلينيشن حتى أقلل الأوفرجت، من 6 أسويها 4 صارت عندي طبيعية. صح لو لا؟ كلامي واضح لو صعب عليك؟ واضح واضح دكتورة، فهمتوا ترى بعض أنا أشرح يعني لك الأسنان أقلبت ويا وضعيتك. إيه هو هذا اللي نسميه دانتو ألبيولار كومبنسيشن، بس هذا من رب العالمين. إحنا لما نسويه إحنا نسميه كيمو فليج تريتمنت، نغطي السكليتال بالدنتال. الشرح مالتي كلينيكال كلينيكال دا أربط لكم، ولا أنتوا هسه روح أقروا المحاضرة أتحداكم تفتهمون هذا الحكي. قلنا هاي الـ AMB angle وحددناها زين. احنا هنا بالسيفالومتريك اكو مشكلة تحديد الـ SNA angle. ليش؟ ليش؟ قلنا النقطة A تتأثر دائما بالوضع مال الـ incisors الـ upper central incisors، لان هي deepest point، مرات يصير overlap وما نندلها بالضبط. فمرات احنا من نشوف يعني قد مثلا نباوع على البيشنت، نباوع الاكس راي زين، نشوفها طبيعيه، نجي نقيس بس بدا نقدر يعني نحس انه احنا يعني واحد يحس انه نقطه ما يندلها بالضبط. العلماء لقوا في طريقه ثانيه حتى نحدد هاي النقطه الاس ان اي والاي ام بي. الاي ام بي هي قلنا المهمه، لان هي اللي تحدد الريليشن بين الماكزيلا والماندبل، بس ما تقول لنا منو الغلط، الماكزيلا لو الماندبل. فسووا قاسوا باعوا هنا نسووا جابوا الـ SN line مدوه للنهاية، وجابوا الماكزيلاري بلين مدوه، صار بيناتهم من تقاطعوا صار بيناتهم صارت زاوية. أوكي الـ SN أوكي دكتور زين. أني إذا كان قياس الزاوية، إذا كان قياس الزاوية 5 إلى 11 ديجري، معناها الماكزيلا نورمال زين، معناها الماكزيلا نورمال. فإذا الـ SNA angle مثلا الـ SNA angle طلعت عندي أكثر من الطبيعي بدرجة، أكثر من الطبيعي بدرجة زين، أنا شو أسوي؟ ودا أشوف القياس طبيعي هذا على هذا القياس الثاني اللي حددوا لنا إياه اللي هو سيلانيزيون ويا الماكزيلاري بلين اللي هو 5 الى 11، بينما من قست الـ SNA طلعت عندي زيادة بها درجة، حتى أعدل هذا الخلل اللي أنا دا أشك به أنقص نص درجة من الـ AMB. واضح هذا الحكي؟ لو ما واضح صعب أعيده. أي دكتورة أعيديها؟ دكتورة أعيدي يعني اسبوعوا لي هنا. هذه النقطة A لا تشوفوها هنا كلش واضحة، هاي لما عندنا إكس راي هاي مرات يصير هنا اوفرلاب، مو سهل احددها زين. فاكو طريقه ثانيه حتى انا اقيس الاي ام بي انجل، شنو هي؟ امد الاس ان انجل كلش سهل يتحدد، الاس ان بلين، الاس ان بلين كلش سهل
نحدده نمده، والماكسيلاري بلين هم نمده. طبعا يلتقون خارج، هم مو يعني مو بالبيشنت، فيلتقون بالخارج. زين، ايش راح يصير؟ راح تتكون عندي زاويه. اذا كان قياس هذه الزاويه 5 الى 11 دقري اللي هي نورمال، اوكي، فيها سوايا يمكنكين. اي دكتوره، وياك دكتوره. اذا طلعت 5 الى 11، اذا طلعت عندي 5 الى 11 والاس ان اي انجل زايده درجه عن الطبيعي، زايد بيها درجه عن الطبيعي، يعني مثلا هي الطبيعي ايش قد قلنا 81 بلس ماينس، خلينا نقول اذا هي طلعت 83 مثلا، احنا ال 82 نعتبره طبيعي، طلعت 83، انا ايش اسوي؟ لانه انا الماكزيلا مدى اقدر احدد مكانها، مو الماندبل. الماندبل سهل، البي كلش سهله، الاي المشكله. فايش اسوي؟ الاي ان بي انجل انقص منها نص درجه، يعني الاي ان بي انجل نفرض طلعت عندي 5، انقص نص درجه يعني يصير طبيعي مالتها اي ان بي، الاي ان بي 4.5 تطلع مثلا. هاي مثل دا انطيكم. فبهالحاله اذا كان عندي صعوبه بتحديد نقطه الاي، فالاس ان اي انجل عندي شك بي، اروح للطريقه الثانيه اللي احط الاس ان بلين امده ويا الماكسيلاري بلين. اذا طلعت الزاويه طبيعيه من 5 الى 11، كل زياده درجه بالاس ان اي انجل انقص نص درجه من الاي ام بي انجل حتى احاول احصل قياسات صحيحه. اما في حاله الاس ان ماكسيلاري بلين انجل طلعت مو ضمن هذا الرينج، مو 5 الى 11، معناها صحيح اكو خلل بالمجزلة. وضحت الفكره؟ اقول لكم عيني الله يخليكم، يعني بليز اليوم هسه من تخلص المحاضرات ارجعوا اسمعوا واقروا بي دي اف، ترى كلش صعبه. صعبه لو سهله؟ صعبه لو سهله؟ صعبة يعني صعبة عيني صعبة. هسه هاي الجزء البسيط اللي شرحته ذاك الأسبوع جيت أسألكم صفنتوا، هاي هسه أنا دخلت بعد أعمق. هو طبعا بالمحاضرة كانت هاي أول أنا قدمت هذيش عليها. زين، هذيش هي الطريقة الأولى حتى نقيس الأنترو بوستيريور زين بلين، حتى أقيس الأنترو بوستيريور بلين. طريقة ثانية يسموها bold conversion، bold conversion analysis. هذا الاناليسيس ايش يستعمل؟ يستعمل الانسايزرز as indicators حتى يحدد البوزيشن اوف ذا ماكسيلا للماندبل. شنو معنى هذا الحكي؟ خلينا نشوف. اخذنا اكس راي، سوينا ترايسنج، حددنا الماكسيلاري بلين، anterior nasal spine، posterior nasal spine، posterior nasal spine. طلع عندي هذا منو؟ هذا منو؟ ماكسيلاري بلين. رجاءً وياي، رجاءً جاوبوني. زين، بعدين شو أسوي؟ أرسم اللونج أكسس أوف أبر، طبعاً لونج أكسس أوف أبر إنسايزر، أبر إنسايزر. إحنا هنا ناخذ the most prominent tooth، most prominent tooth. زين، فنتوقع الأبر إنسايزر. فهنا اخذ اللونج اكسس مالته، اللونج اكسس مالته راح يقطع الماكسيلاري بلين. هذه الزاويه، هذه الزاويه مفروض بها قياس ثابت تقريبا 113، هاي من الزوايا تحفظوها، من الزوايا تحفظوها، راح اشرحها هسه بالمحاضره هذه. هذه همينه، هذه شو تحدد لي؟ تحدد لي الريليشن اوف ذا دنتيشن للماكسيلا. فالأبر إنسايزر اللونج أكسس أسوي أوصله ويا يقطع لي الماكسيلاري بلين، راح تصير عندي أنجل. هذه شو نسميها؟ نسميها ماكسيلاري بلين إنسايزر أنجل. هذه قيمتها ثابتة تقريبا 113. نفس الشيء بالنسبة للماندبل، أمد الماندبولار بلين وارسم اللونج اكسس اوف ذا لور انسايزر، راح يقطعها ويتكون زاويه، هاي الزاويه هم قيمتها ثابته اتوقع 93، طبعا الارقام بعدين تحفظوها كلها، هسه راح اطلعها. زين عيني، هذا العالم اللي هو بولد كونفرجن ايش قال؟ قال اذا هذه الاسنان
إذا هذه الأسنان الزاوية مالتها مو طبيعية ويا الفكوك، أنا إيش أسوي؟ أنا أعدلها بالأشعة. انتبهوا انتبهوا، مثل البروغنوسيس تريسينج. شو يسوي؟ هذه الأسنان يجيبها يعدلها يرجعها. هسا هذا يشوف هو زايد الانكلينيشن مال أبر إنسايزر، سوى بهاي الصورة عدله، مو بالبيشنس ماوث، عدله هو بالأشعة، سوى تريسينج وعدله، وعدل الماندبولار إنسايزر. قال إذا الأوفر جت، إذا الأوفر جت زين، يقيسها بين الماكزيلاري والماندبولار إنسايزر، إذا ظلت كبيرة شافها هنا 8 مليم، معناها أكو سكليتال بروبلم. أما إذا الأوفر جت رجعت طبيعية معناها ماكو سكليتال بروبلم. واضحة الفكرة لو لا؟ هذا بول كونفرجن، هاي الطريقة الثانية لتحديد الأنتيرا بوستيريور. يعني هسه هو هاي شوي فصلنا شلون عيوني دكتور، بس سؤال يعني ترى بس شوي عيدي هاي. منو عنده سؤال وبعدين اعيد؟ اوكي، منو عنده سؤال؟ انا دكتوره يعني هو هسه قرر انه يعني هو العالم من حسبها المسافه بيناتها تخيليا يعني بباله لو رسمها لا لا حبيبتي لا عيني، بس اسمعيني هسه، بس راح اروح على وراها تفهموا. باعي هاي الزاويه بين الماكزيلاري بلين وين هاي الصوره، بس الصوره الثانيه من قص الاوفر جيت هاي هو يعني عدلها هو رسمها للانسايزر مكان ما هيك، هو رسمها هنا يعني ما عدل بحلق البيشنت ده يفحص هذا اي يعني هاي هو ده يفحص ورسمها مخي يعني مخيلته رسم عدل هاي الزاوية رجعها صحيحة، هاي الزاوية بين الإنسايزر والماندبل رجعها صحيحة، وبين الإنسايزر والماندبل رجعها صحيحة، زاوية بين الدنتيشن والبيزز مالتهم رجع قاس الأوفرجيت شافهم بعدها زيادة، ما دام بعدها زيادة إذا الخلل بالبونز. أوكي أوكي افتهمتوني لو أعيد؟ إلا ذكرها. اوكي واضحه الفكره؟ اي نعم. هذا بولد بولد كونفرجن الورا ويت اناليسيس ويت اناليسيس. هذا العالم قال اني اعتمد على الفانكشنال اوكلوزال بلين، الصوره هذه قال اني اعتمد على الفانكشنال اوكلوزال بلين، اجي احددها. شلون احددها؟ كل نقطه كونتاكت بين التيث، كل نقطة أنقطها وبعدين أمدها طلعت لي الفانكشنال أوكلوزال بلين. زين بعدين استوى نزل لاين من النقطة أي على عمودي على الأوكلوزال بلين، وصعد لاين من نقطة البي عمودي على الأوكلوزال بلين. هذه المسافة اللي صارت بيناتهم قال هي هاي الصحيح اللي تقيس الأنتيرا بوستيريور. الطبيعي بالمال لازم تكون المسافة واحد ملم، واحد ملم بالفيميل لازم تكون زيرو، طبعا بلس ماينس زيرو يعني بالحالات الطبيعية لازم تكون هاي القياسات. هذا من هو ويتس أناليسز. إذن تحديد الأنتيرو بوستيريور أناليسز يا أما زوايا SNA SNB AMB أنجل، يا أما بورد ايش اسمه هذا العالم كان بورد كونفرجن اللي هو يعتمد على التيث يرجع الانجوليشن مالها طبيعي على اساسه، يعتمد ان الريليشن بين البيز اوف ذس بيز اوف ذا تيث اللي هي الماكزيلا والماندبل يكون طبيعي لو لا، يرجع علاقه الاسنان طبيعيه بالنسبه للبيز مالتها. وإذا ظل أكو خلل بالأنتيرو بوستيريور معناها الخلل مو من التيث وإنما الخلل من البونز. هذا بولد كونفرجن، والويتس أناليسيز يعتمد على الأوكلوزال فانكشنال بلين وعلى أساسه ينزل أعمدة من النقطة A ومن النقطة B ويقيس المسافة بيناتهم. هاي المسافة المفروض تكون بالفيميل زيرو وبالميل واحد، بهالأساس يعتبره طبيعي. بالنسبه للاشياء اللي تؤاخذ على العالم واتس يقولون الفانكشنال اوكلوزال بلين صعب نحددها، صعب نحددها هاي الفانكشنال اوكلوزال بلين. واضح لي هسه عيني دكتوره؟ واضح دكتوره. وهذا اللي قلت لكم هذاك البورد كونفرجن على شنو اعتمد عيني هنا شلون يقيس
الدنتال ريليشنشيب. هنا أنا يقيس الماكزيلاري بلين للأبر إنسايزر، هذه الأنجل 109 قيمتها زائد ناقص 6. اللونج أكسس أوف ذا أبر إنسايزر طبعا ناخذ الموست بروميننت توث، لا ناخذ الكناين ولا ناخذ الفور ولا ناخذ من الموست بروميننت، موستلي هو الأبر سنترال إنسايزر. زين، فناخذ اللونج أكسس مالته ونقاطعه ويا الماكزيلاري بلين، راح تتكون زاوية. إذا هاي الزاوية كانت 109 إذا ما راح يكون الكوز، البيشنت هو كلاس 2. زين، إذا الكوز مالته مو دنتال، الكوز مالته شنو؟ الكوز مالته كلاس 2، بيشنت عندي كلاس 2 سكليتال. زين، إذا كانت هاي الزاوية بين الأبر ماكزيلاري إنسايزر إلى الماكزيلاري بلين 120 درجة، إيش تتوقع يكون عند البيشنت؟ دنتال. هنا دنتال شنو؟ كملي ما نبلع. كلاس 2. دنتال كلاس 2 مال أوكلوجين. زين، شرط يكون عنده، شرط يكون عنده دنتال كلاس 2 مال أوكلوجين. شرط الذكي اللي يجاوبني، يعني اللي يجاوبني هان عيني شون مدى أسمع الصوت بروكلاينيشن بشنو؟ شرط يكون بس هي الواحدة صار بروكلاين، ايه فوق صار عندي يعني بروكلاينيشن بالأبر سنترال إنسايزر والزاوية 120. والزاوية 120 دكتورة ممكن يسوي كومبنسيت السكليتال كلاس 2. هسه هو احنا قلنا دنتال، هسه احنا قلنا هو دنتال كلاس 2، شرط يكون، شرط يكون كلاس 2 هذا البيشنت. دكتورة مو شرط حسب كلام العالم بيرث كونفرجن، مو شرط يكون كلاس 2. ليش؟ ليش؟ ليه ممكن يكون عندي بروكلاينيشن باللور انسايزر وغطت عليها؟ ويلي الله، وضحت الفكرة؟ وضحت الفكرة؟ دكتورة أنا حسب عندك كومبنسيشن. عافية، وقلت لكم صعب تقولوا لي حلو، والله صعب ويموت ويريد له تفكير ويريد لكم تقرون. هي دكتورة وأرجوكم تقرون اليوم. ترى تمشي دكتورة علي كريم، جاوبك دكتورة علي كريم، جاوب علي كريم ايش بيه؟ هو جاوبك اول شيء. يعني هسه الدنتال اسسمنت عندنا الثاني اللي هو مانديبولار انسايزر ريليشن شيب، نفس الشيء ناخذ اللونج اكسس اوف ذا لور انسايزر للمانديبولار بلين، الزاويه هنا تكون 93 زائد ناقص 6، هذه الزوايا اللي اعتمد عليها بولت كونفرجن، عدل الزوايا بين الاسنان والبيز مالتها، واذا بقى عندنا فالديسكريبنسي بالانتيروبوستيريور اذا هو سكليتال، على هالاساس اعتمد. هسه وضحت الفكره تمام من شرحناها هنا بولت كونفرجن؟ وقد عندنا الزاويه الاخيره هنا يقول لك هم اكو خلل، ويلي على السيفالومترك، هم اكو خلل. مرات هنا المشكله وين؟ هنا المشكله وين؟ الماندبل مرات يكون كلش ستيب، يعني شنو ستيب؟ يعني الجونيال انجل حاده، يعني الماندبل مكان ما هاي الزاويه مالته، هذا البلين يكون هنا باعوا على السهم جدا الشر، يكون هذا هنا، لما هذا يرجع الماندبل هاي الانسايزر شو يصير به؟ لما الماندبل يصير به الزاويه مالته حاده ستيب يصعد، هذا الانسايزر شو يصير به؟ هو شايله، هي الصينيه شايلته، راح يرجع لي ورا، راح يصير بي ريتروكلاينيشن. ده تشوفون، ده تفهمون ايش ده احكي يعني؟ اي نعم دكتوره. هذه الزاويه لما الماندبل يكون الزاويه ما تستيبر، يعني صغيره، يعني تصير حاده، يعني البيز هذا راح يصعد، هذا السن اللي شايله الماندبل راح يصير بي ريتروكلاينيشن، بس الخلل مو بالبوزيشن مال التوث، الخلل بالبيز اللي شايله. هنا حتى يصلح انه احنا شلون نقرا العلاقه لقوا حل،
لقوا انه اكو رقم ثابت اسمه 120 نحفظه، هذا رقم ثابت 120 ننقص من عنده الماكسيلري مانديبولار بلين انجل، ايش قد قيمتها قلنا هي بالانسان الطبيعي ايش قد قيمتها ماكسيلري مانديبولار بلين انجل؟ والله مبين كل شيء انا وصيتكم 27 عيني شنو 27 ماكسيلري مانديبولار بلين انجل هي والفرانكفورت. هسه انا اللي ما مطلوب مني حفظ حفظتها، فشو اسوي شو يسوون حتى يخلصون لما يشوفون انه هذه الانجل حاده وهذا اللور انسايزر ده يتاثر الانكلاينيشن مالته بالبيز اللي شايله، قالوا اكو طريقه ثانيه حتى نقيسه، نقيس الماكسيلري مانديبولار بلين انجل ايش قد تطلع. طبعا هي لما هنا راح يصير عندي ديفكت، الزاويه هم راح يصير بيها ديفكت، فايش قد تطلع هاي الزاويه انقصها من ال120 يعني 120 ناقص خلينا نقول مثلا طلعت 23، 120 ناقص 23 راح تطلع لي الانكلاينيشن اوف ذا لور انسايزر للمانديبولار بلين. واضحه هاي الفكره؟ من راح تقروها كل شيء ما راح تفهمون، كلش صعبه. احد عنده سؤال عليها؟ شو راح تبكون يا معودين وينكم؟ ترى بس المحاضرة شون؟ ترى بس تسجيل المحاضرة يعني يا ريت يوصل. اوكي هسه بدزلكم تسجيل. اوكي اوكي هذا الشرح اللي شرحناه، قلنا لما اكو خلل بالانجل اوف ذا ماندبل والماندبل يكون ستيب اكثر يعني حاد اكثر، هنا بهالحالة تحديد الانجل اوف ذا لور انسايزر تو ذا ماندبل نقيسه، نحدد الزاوية ماكسيلاري مانديبولار بلين انجل ايش قد مثلا تطلع قيمتها خلينا نقول 23، نجيب 120 ناقص 23 راح تطلع لي القيمة اللي انا احتاجها حتى انا اتحقق من الانكلاينيشن اوف ذا لور انسايزر. الانتر انسايزر انجل اللي هي الزاويه تتكون بين اللونج اكسس اوف ذا ابر انسايزر واللونج اكسس اوف ذا لور انسايزر، هاي الزاويه قيمتها 135 درجه زائد ناقص 10. زين في حاله هاي الاسنان صار بيها ريتروكلاينيشن، هاي الزاوية ايش قد تصير قيمتها تزيد لو تقل؟ الأبر واللور تيث صار بيها ريتروكلاينيشن. انت زيد دكتورة عيني تزيد عافية تزيد واضح بقى. هذا اللونج اكسس راح يصير هيك لما يصير ريتروكلاين، هذا حيصير هيك فهاي الزاوية راح تزيد. بشوفوا هذه تحدد لي شلون الانكلاينيشن مال الأسنان، طبيعي لو مو طبيعي؟ اذا كان طبيعي معناها ما مو هي سبب المال اوكلوجن، سبب المال اوكلوجن هو للبون. معوها هنا الزاويه شلون يسوي تريسينج، هذه هنا السكال، هذا الانسايزرز رسمهم، جاب اللونج اكسس وحدد الزاويه مالتها. اخر اناليسيز هو السوفت تيشو اناليسيز، هنا هذا مهم بالاورثوغناتيك سيرجري زين، وهم نعتمد بيه على السيفالومتريك. هنا عندنا ثلاث علماء سووا اناليسيز، اول واحد اسمه هولدواي لاين، هذا شنو الهولدواي لاين؟ يمد هنا انتبهوا هاي سوفت تشو رجاء، فهنا البوينتس كلها تكون لازم سمول لتر، هنا جابها من التشن من التوب اوف ذا تشن زين، وطخ فد لاين مده طخ التشن ويطخ الابر ليب. المفروض هذا اللاين اذا يمده بالانسان الطبيعي يسوي بايسكتنج للنوز، اما اذا ما سوى بايسكتنج مثلا النوز صار وراه او صار كلش كبير قدامه معناها اكو ابنورماليتي، هذا سوفت تيشو اناليسيز. سهل مو هذا؟ واضح دكتوره الواضح ما تجمع كلش تعبان.
لا دكتورة صبحت فلاونز اليوم. هو يعني ليه لحد هسه تسمعوني دا قحقح وصوتي مطبق، ليه حد هسه انا دا عاني اللي هو ركت لب اناليسز او ركت اي لاين اللي هو استاتيك لاين اناليسز. هذا ايش قال؟ قال لا احنا الاسهل نمد اللاين من التشن للنوز، من التشن للنوز، ونقيس المسافه بين هذا اللاين الى اللور لب وهذا اللاين الى الابر لب. اللي وجه اللي طبيعي والوجه الحلو المفروض اللور لب تكون اقرب لهذا اللاين من الابر لب، اما اذا الابر لب تكون اقرب معناها اكو مشكله. اوكي هذا ركت اناليسس حباب وحلو سهل، يمد له خط من التشن للنوز ويقيس المسافه من هذا الخط لللور لب ومن هذا الخط للابر لب. شوفوها هنا باعوها باع هاي اشعه حقيقيه. بعد شلون يبين السوفت تشو؟ يمد هذا الخط من ناني للنوز. هذا البيشنت ايش عنده؟ يلا حبابين عافيه برد قلبي جاوبوني، هذا شنو عنده مال اوكلوجن؟ كلاس 3. كلاس 3 عافيه عافيه. كلاس 3 الحمد لله والشكر يا ربي. الريليشن اوف تيث شنو شنو نسميها هاي ريليشن اوف تيث؟ ايش تو ايج عافيه. باع اللور ليب، باع اللور ليب بكلاس 3 باع بالايل باع طخته، هو المفروض اكو مسافه. هذا شنو جبت لكم يا صورة حتى تشوفون هذا اب نورمال، هذا اب نورمال، هذه اللي بطخت هذا اللاين. اوكي اوكي دكتور. اخر واحد اللي هو الفيشيال انجل اند ابر ليب كيرفتشر. هذا العالم ايش قال؟ قال لا اني اسوي غير طريقه، قال اني امد اللاين من المنتون الى النيزيون سوفت تيشو. انتبهوا عيني مو بون، باعوا هذا الخط للسوفت تيشو، هاي النيزيون وهاي المنتون، واقطعه ويا الفرانكفورت بلين. فرانكفورت بلين سوفت تيشو لو هارد تيشو؟ سوفت تيشو هارد تيشو. فقال هذا اللاين يقطع هذا اللاين، اذا كانت الزاويه بيناتهم الزاويه تتكون بيناتهم 86 بلس ماينس، طبعا احنا هنا شوفوا دائما بالطب ما عندنا رقم واحد، بلس ماينس 4 5 حسب ما يجيبون بشر ويقيسون ويطلعون الفاريبل الطبيعي. فاذا طلعت قيمتها 86 بلس ماينس والنقطه اي، النقطه اي زين تكون ضمن هذا اللاين، نقطه اي سوفت شو ها ضمن هذا اللاين زين، اذا كانت هذه قيمتها 86 النقطة أي تقع ضمن هذا اللاين، إذا هذا الوجه أوكي يكون أوكي، يعني هذا الطبيعي مالته زين. وإذا كانت قيمتها مثلا أكثر أو أقل والنقطة أي ما صايرة ضمن هذا اللاين، معناها أكو عنده فد مال أوكلوجين. وهي هاي كلها هسه الخطوط اللي يحددوها. سعيد الأخير يعني هي تبع هاي مجموعة هنا كلها مجموعة. أول واحد هذا اللي إيش قال؟ قال أنا من المنتون والأبر ليب أمد نقطتين، صار خط أمد للخط، إذا هذا الخط قسم النوز إلى قسمين بايسكتينج يعني الوجه طبيعي، هذا من هو هولد أواي لاين. الركت ركت إيش قال؟ قال لا أنا أمد من التشن للنوز، إذا اللور ليب زين أقرب للأبر ليب من هذا اللاين معناها الوجه طبيعي. بس احنا شوفتكم صوره انه اللور لب طاخت لللاين، اذا هذا مو طبيعي، او مثلا الابر لب طاخت او الابر لب اقرب اليه معناها هذا مو طبيعي. اخر شيء الانجل، الانجل ايش قال؟ قال اني امد خط من المنتون الى النيزيون سوفت تيشو واقطعها بالفرانكفورت بلين، راح تتكون زاويه، هذه الزاويه لازم يكون قياسها 86 بلس ماينس زين، ولازم تكون النقطة أي واقعة ضمنها يعني على هذا الخط حتى يكون الوجه طبيعي. أي شيء عدا هذه الأمور معناها هي مو طبيعية، معناها أكو فد خلل. هذا الإي لاين، ركت إي لاين. عندكم سؤال؟ أكو شيء من هاي الأشياء أعيده؟ لا دكتورة لازم بس نقراها. اقروها هسه. انا اريد اسالكم هذا البلاين شو اسمه؟ لا اشر بالسهم، هذا البلاين شو اسمه؟ فرانك عيني
شو اسمه؟ فرانكو في الشيش. فرانكفورت هوريزنتال، ما تعرف تقول فرانكفورت. فرانكفورت هوريزنتال بلين، مو عرفته يا عيني. زين هذا البلين؟ دكتورة هذا شو اسمه؟ كرانيال بلين. اي بيا نقطتين، هذا يسمى بالنقطتين مالته. عشان هي النقطة SN plane SN plane سلاتورسي كينيزيون، هذول اثنين هم يخصون لسكال، اثنين هم يخصون لسكال. زين هذا البلين شو اسمه؟ هذا الماكزيلاري، ماكزيلاري بلين. الاسم الثاني ANS. شنو ANS؟ لا الاسم انقل ANS. Anterior nasal spine هاي نقطة، posterior nasal spine نقطة، ماكزيلاري بلين هذا بلين. اسمه ثاني قلت لكم اخاف يجيكم وما تعرفوه. بلاتاين. بلاتاين هو بالبلات قاعد، ماكزيلاري بلين او بلاتاين بلين. زين هذا البلين شنو هو؟ هذا مانديبولار. باوع عليك زحمه عليك، مارر بين الاسنان وكلوزال فانكشنال بلين. هذا شنو هو البلين؟ هذا اللي قال مانديبولار، هذا المانديبولار. زين هاي الانجل شنية؟ هاي الانجل شنية؟ غونيال. غونيال انجل، مانديبولار انجل. هاي تحدد لي المانديبل اذا كان ستيب او عدل او زايد منفرج، هذه اللي تحدد لي. اوكي زين هذا شنو؟ هذا الخط شنو؟ هذا شيء مثل دكتورة هذا الأكزيال مال التوث يعني عيني؟ دكتورة هذا الأكزيال مال التوث يعني؟ اي اي لونج أكسس أوف لور إنسايزر، لونج أكسس أوف لور إنسايزر هذا عيني. ليش تخافون جاوب ودشوفوه؟ هذا هو وين ما... اي زين هاي الزاويه ايش تحدد لي؟ هاي الزاويه اللي صايره بين اللونج اكسس اوف ذا لوور انسايزر ويا المانديبولار بلين، صارت عندي زاويه. ايش تحدد لي هاي الزاويه؟ سيكلوتال مال اوكلوجن. ايش تحدد؟ اذا سيكلوتال مال اوكلوجن من المانديبل مرفوع لي فوق، تحدد الانكلينيشن اوف ذا لوور انسايزر تو ذا مانديبل. ايش قد قيمتها قلنا هاي؟ ايش قد قيمتها؟ 93 منفرجة يا اخوان، باعوها اكبر من التسعين. انتوا بس هيك يعني، حتى يعني بس هيك فكروا بالموضوع، انتوا خلوا الزاوية القائمة قدامكم ومن تصير زوايا شوفوا هي اكبر لو اصغر، تمام؟ هيك قيسوا بالهندسة انا كنت هيك، هسه هاي لو زاوية قائمة لازم هذا يصير عمودي، باعوها صارت اكبر من القائمة. صح دا احكي لو غلط؟ صحيح ترى، بس اتذكر ذكرت 120 رقم 120 ذيك هني اكو انتر انسايزر، انتر انسايزر انجل انتبهوا، بين الابر واللور انسايزر، لونج اكسس اوف ابر ولونج اكسس اوف ذا لور، هاي تكون اكبر. وهذه الماكزيلاري، ماكزيلاري بلين ويا الابر انسايزر، هاي اكبر، اكبر من اللور، يعني الانسايزر الابر بي انكلينيشن اكثر. اوكي هسه على كل يعني حضور سجلوا لي، أريد من عندكم تقروا لي زين إن شاء الله تسجيل ننزلها. أوكي والبي دي اف دزيت لكم إياه، أقروا البي دي اف وسمعوا التسجيل، وأني على الأكثر راح أسوي لكم كويزات بالعملي على هذا الموضوع، ما أريد أسوي هنا لأنه هنا أنا حصر الغش فلس، أريد أشوف إيش مفتهمين. أوكي أي واحد عنده أي سؤال يدز لي على التليجرام ويدز لي على العام، على الخاص ما جاوب حتى الكل يستفادون، بس اللي عنده كيس واحد يدز لي على الخاص، اللي عنده سؤال يدز لي على الجروب مالتنا على التليجرام حتى اجاوب والكل يفتهمون، واني اشوفكم بالكلينيك بالعيادات حتى اللي ما عنده عياده وعنده سؤال يجي يسالني انا حاضره، اي صعوبه انا مستعده اسهل لكم اياها. اوكي بس اريدكم تفتهمون رجاء، الاسئله ما سيفالومتريك صعبه وكلش بيها حفظ، هو بيها حفظ هوايه بس لازم تفهمون ايش بدك تحفظون، اما تحفظون هيك بلا ما تفهمون، يعني تجيكم مثلا مثل هاي الصوره، تجيكم مثل هاي الصوره
قد أأشر على أي بلين أو أي أنجل وأقول لكم هذا شنو وش قد قيمته الطبيعية، وإذا زاد شي يصير وإذا قل شي يصير. تفهموني؟ واضح دكتورة، مفهوم. أوكي، سجلت حضور؟ اي نعم سجلت. أوكي خلصنا هسه المحاضرة، ومثل ما اتفقنا أي شيء أني استعدت أجاوبكم. يلا نلتقيكم أسبوع الجاي إن شاء الله. شكرا دكتورة. هلا عيوني، عفوا. هلا، مع السلامة.